جميعا، أعتذر بعض الشيء فهناك صوت قادم من جهة معينة، لا أعلم بالضبط من أين، إذا، تحية مرة أخرى، فكما ترون خلفي العلم وفي قلبي الوطن فعلا ما راج في هذا اللي لاحظت صورة المغربي حريق العلم وبالطبع بالطبع كان التدخل ديالي يعني في الحلقه السابقه والمغاربه العالقون بالخارج والمشاكل من هذه الجهه وظننا للعالم كانهم بالمقدسات فاذا رفضنا باش يديروا بعض الناس ويشطحوا به ولا ما مثل فكيف يعقل ان نسكت عن واحد حقه وبالفعل فالعالم من عروض مقدس قبل كل شيء هذا من جهة فبغض النظر على بغض النظر على الظروف ديال الانسان كما بغات تكون فكيبقى القدسية ديال المسائل المقدسة فليس العالم هو المسؤول على وضعياته كيفما كانت ليس العلم هو الذي سيحاوره فالعلم لنا جميعا العلم شيء مقدس بالفعل أي صورة يسوق للآخرين للإعلام الذي يهاجم المغرب الذي هو متمكن في هذه اللحظة من كبح جماح كورونا بطريقته المنفردة فعلا أي صورة ولأي جهة هذا الشخص ونعرف حسب الصور ولا نذكره هو لن نقوم ببت صورته لأننا نترفع عن عن وهذا ليس بفعل رديء فقط بل هو ماذا يعني أن تحرق علم؟ ما معنى العلم؟ العلم هوية العلم هو الشخص العلم هو وطن هو ناس هو أقارب هو ماء هو هواء هو بحر هو أشجار هو كل شيء هو العلم رمز هو الصورة التي نعطي للآخر نعم العلم فأينما اتجهت ونظرت إلى العلم تعرف أن تلك المؤسسة أينما كنت هي مؤسسة الدولة هي مؤسسة ومنظومة محترمة فالعلم يمثل الاحترام يمثلني يمثلك يمثل حتى هذا ذاك الذي كان سببا في شيء ما فالعلم هو هوية قبل ما يكون مجرد كما يراه الناس أو بعضهم أنه مجرد واحد ثوب ملوان ويبحثون عن تاريخ تلوين ومن 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 لا يهم ما دام ذلك العالم يمثلني انا بعد كمواطن فهو انا وهو وانا هو فان غيرت على عالمي غيرت على نفسي غيرت على وطني غيرت على اقاربي غيرت على كل شيء وان لم تكن لي غير على العالم بالضبط اللي هو رمز الوطن والنشيد الوطني كذلك كل الرموز المقدسه التي اقول مقدسه التي يتفق عليها الدستور والمغاربة فاذا الوضعيه ليست ليس العالم هو الذي خلف كل المشاكل اي مغربي ولا ولكن يا إيه يعني الرجل الشهم الرجل اللي كي عبنت على مواطنته كمغربي كيف ما كانت اتجاهه كيف ما كانت قرابته لجهات معينه ولا يعني هذا هو المغربي اما اللي اول حاجه ينوض قطع لا كات ولا يقطع ونعلم ان هناك اللي عنده باس يعني القديم كيخليه كي ولا كيقدر كي يقطع غير القديم وهاد الناس يعني ما بالضبط في هذه الفتره يقومون بهذه المناوشات على اضعاف المغرب بقاتهم هي مناوشة مؤتة عليها اعذروني فأنت اعتذر هناك عبد الملك يشو شكرا اخي عبد الملك يشو فانا الحمد لله بخير انه في اطار التنشيط التضامني الذي نقوم به اولا كتواصل مع الاصدقاء و كعرض لأفكارنا وعرض لمستجدات بطريقتنا لأننا نبدع في أي مرة لكي نخفف عن الملل وبأن الموضوع يهمنا جميعا كمغاربه فقد ارتأيت ان أبت هنا في الصفحه ليبقى محدودا آه يعني بين في الصفحه يزورها اولا اصدقائي آه المغاربه لان صفحه ادبيه اكتب فيها مرات خواطر ومرات، آه وأعود الى الموضوع هنا وهو موضوع العالم وبالخصوص الصوره اللي تداولات المغربي بتركيا يحرق العالم، فنحن نترفع على نشر صورته او صور أشخاص الذي يدور حولها هذا الجدال فهو بالطبع تسويق لصورته يزداد عليه الطلب ويزداد، لذا نترفع عن التفاهات لانه كتشويش اولا على المغاربة ككل في هذا الحجر الصحي يعني ماذا يعني ماذا يعني أن أحرق عالم بلادي في هذا الضبط في دولة أجنبية علاش باش نعبر على الغضب ديالي لا يعني هذا شيء مؤدع يمكن هذا هنا كيبان يعني من أعداؤك يا وطني بالطبع هؤلاء الاعداء الذين يحاولون الطعن المغرب وكان جميع الدول تعيش ماشي كان في القدرات الأمنية ولكن الوضعية النفسية ديال جميع المواطنين عبر العالم تحت هذا الحظر فهي وضعية الشعب يعني أي حاجة كتقيس من الداخل كتضر كاين منين كيكون كيزاود بنادم الاعمال اليوميه ديالو كيمشي كي ويجري على القد ديالو كي ما الان كلشي كي كيقلب آه كي كاين كي كي الاشاعه اللي ما خصناش نتيقوها كاين هنا هناك دائما في هذه الفترات كيستغلوها كي اعداء الوطن باش يمروا خطابات باش يمروا ربما حتى فيديوهات قديمه باش يثيروا الفتنه باش يثيروا قضايا معينه في بشي بشي. هذا هو احدهم فالجردان دائما تتغدى على الظلام آه اذا فدائما العالم مقدس دائما العالم مقدس آه نعم اخي دريس هيبة تحيه لكم كذلك مني الى هناك والى هنالك والى جميع المغاربه فمغربيتنا قبل كل شيء والعالم من رموز المغربيه فاذا لم تكن لنا مواطنه والمواطنه ليست هي تضد شعارات جوفاء لا المواطنة هي مواقف ثابتة نعلنها علانية في لمصلحة البلد وحينما نجد أن هناك أشياء تشوش على البلد فكالأسود نهب إذا فعلى المغاربة أولا فعلا كل واحد كيعاني كل واحد بدور فوق ولكن باش نجي انا ونحرق العالم <applause> لا يا اخي لا يا اخي على على المغاربه باش يحاكموا قبل كل شيء نعم نطالب باش ماشي هنا نطالبوا لو بعدا باش يعني هضرنا على هذو العالقين ولكن ك يعني هنا قانون كاين قوانين يعني خصها تطبق بصرامه هنا في اللي كيحرقوا كي هذا رموزنا يعني كيحرق ذاته قبل كل شيء كهويه يعني الا حرقتي انت هذا آه يعني العالم هو التامبر ديالي في المغرب منين كتهضر كتقول المغرب باي اللغات اول ما كيتبادل ذاك الدين ديال الانسان اللي يعني كتهضر له على هذاك المغرب كيتبادلوا يتبادلوا قبل كل شيء يعني العالم يعني الا حرقتي انت هذاك العالم اللي هو يعني يعني هو المغربي فين ما مشى هو العالم لانه العالم باقي من زمان وكيبقى هو رمز ديالنا فين ما مشينا بمختلف يعني من اي واحد قلت له مغربي يمكن شي واحد ينزل من الفضاء يقول لك انت منين تقول له مروكو غادي يمشي له العالم يمشي له يعني عنده واحد الرمزيه وما عنده رمزيه عميقه الا إيه وخاص تكون عنده واحد القداسة اعلى يعني العالم العلم هو المغربي هو انا هو انت هو فهادي ما في حب الوطن ولكن خص تكون هفوات اللي نخليوها ونغمضوا العين على بحال هاد الافعال لانها فعلا كتزعزع المواطنه والمواطنة هو الرابط اللي أي واحد بمختلف التيارات ديالو لأن تقدر تزاوطك أي بلاد وبلادك راه ما تقدرش تزاوطك حتى تدفنك بأي طريقة المهم ما غاديش تسمح فيك. هذا هو فيعني هنا ملي كنقولوا المغاربة العالقين فعلا هو خطأ الحكومة قبل كل شيء ما خدتش واحد القرار يعني ك كحكومة النت. فهنا نسد الباب و... وفعلا هنا العالم يبقى مقدس وتحية لكم فلا نزيد في حب الوطن ولا هنا لا نشكك في مغربية أي حد حتى يثبت العكس هذا هو ما اختم به فبالنسبه للنشيد فهناك من يتابع على حقوق التاليف والقناه ليس لها امكانيات القناه لا تملك الا سوى الادوات البسيطه التي تحاول ان تنشط وتكسر روتين يومي ديال بعض الناس يعني ونحاول تمايا بعد الرسائل التوعويه التضامن فتحيه لكل المتضامنين يعني ماشي غير في المغرب ولكن عبر العالم لان التضامن والتفكير في الاخر فهو بطبيعه الحال كانك ملي كتفكر في الاخر بحال درتي واحد الشعاع الواحد المرآة غادي يرجع لك حتى يعني حتى الاخر غادي يفكر فيك يعني ما خص تكون ترونسميسيون يعني الارسال غادي من جهه وحده كيكون اخذ وعطاء اخذ وعطاء، وهاد الناس اللي كيحركوا العالم هادو ولفوا غياخذوا وما عمرهم عطاو للوطن الا جيتي تبحثلو في, في السيره ديالو النيس بلا ما تلقاش شنو عاطي للوطن حتى حاجه شنو خدم الوطن بزاف ومنين يعني ماشي غير هو 16 الف اللي اللي يعني اللي محبوسه هنا هذاك يعني ما كان كانت جات فيه غير هو بوحدو نقول اودي وا كاملين تا واحد اللي يعني ماشي غير عابر مقيم ما مضروش اي واحد ولكن ملي كتكون ما دير راسك بين كيما كنقولوا حنا بالمغربيه يعني هادي دير راسك بين الراس وقول يا قطع الراس الى وقفتي هنا هادي يا هنا ما لقيت ما نقول ماشي زعما ما عندك ما تقول ولكن صافي وصلت يعني الرساله وكنشكر الناس اللي يحيون انا من خصوصا من بلدتي الحاج بلا ما نذكر يعني كاين دائما كاين اصدقاء وشكرا لمن يؤازر القناه و... ودائما في خدمتكم نمرر المعلومات عن كورونا العدوى اليس هذا ب لا نحن... <applause> نمرر للجميع فهناك مجموعات التي منعتني من النشر ولكن انا امرر في مجموعه وفي صفحاتي لكي لا أه لا افرض نفسي بهذا المفهوم ولمن اراد ان يوزع انا لا امنع احد فتحياتي للجميع وحافظ على جارك حافظ على نفسك بالمحافظه على الاخر وشكرا والى اللقاء أه كنتمنى باش ما نكونش طولت وتحياتي للجميع ودائما دهاش قناة الإنسانيه وقناة المبدعين لهذا نبدع حتى في ديكوراتنا فكل مره لك فنحن ليسنا نمطيين بل يعني سبونتاني يعني عفويين فتحياتي لكم ونعتذر هناك بالطبع قد تكون اخطاء في مرات كنكتب بالزبا كنزيد اس كنزيد اي يعني حتى الكلافي عندي كوارتيوب ماشياج ازرتيو عاد جديد عليا ما عنديش العربيه في فيها هناك مشكل ف الى كانوا شي اغلاط نحويه الناس اللي على اللغه فعدوني فأخوكم اخوكم تحياتي وتصبحون على خير وعلمنا دائماً هو هذا